أعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار فتح باب التقديم لجائزة لؤلؤة البحرين، وذلك ابتداء من يوم 20 أغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر لعام 2017. وكانت هيئة الثقافة قد أطلقت جائزة لؤلؤة البحرين خلال شهر أبريل من العام الماضي كعربون وفاء لعمل الشيخة لولو بنت محمد بن عبد الله آل خليفة رائدة العمل الاجتماعي في مملكة البحرين، واستكمالا لمسيرة عطاءاتها وتخليدا لاسمها. وأشارت هيئة البحرين للثقافة والآثار إلى أن الجائزة ستقدم خلال فعاليات معرض البحرين الدولي للكتاب في نسخته 18، والذي يقام خلال شهر مارس من العام القادم. وعن شروط المشاركة، أكدت هيئة الثقافة أن من حق أي فرد أو مؤسسة في كافة بلدان الوطن العربي تقديم منتج فكري مطبوع بشكل كتاب يتطرق إلى أحد الموضوعات التي تندرج تحت مسمى خدمة المجتمع وتنويره وبث قيم الانفتاح بين أبنائه وكل ما يختص بتنمية المجتمعات العربية فكريا وثقافيا وحضاريا.